السلام عليكم. نقدم راسي معكم جمال زين العابدين، اب لطفلتين هنا بالمؤسسه موليير. كنقدم الشكر الخاص للناس اللي واقفين على هذا الشيء والناس ديال الاعلام، كنشكرهم شكر خاص اللي حضروا معنا اليوم. بالنسبه لهذا التعليم عن بعد، عشنا فيها اخويا بزاف. بالنسبه ليا انايا كاب لطفلتين، من الصعب عليا نمارس الدراسه ديالي معاهم بجوج. التعليم عن بعد خلانا لي شارجي تزادونا حنايا نشريو لوحات الكترونيه، نزيدو نقتنيو هواتف ذكيه. وبالنسبه ليا انا بالضبط ما كانش عندي الانترنت في الدار، كنت كندير لي كارت، كنشارجي لي كارت ديال اتصالات المغرب، تقام عليا هذا الشيء بزاف. دخلت الانترنت. وبالنسبه للدراسه عن بعد راه نورمالمون كانوا يستاشروا معنا، لانه كل واحد فينا عنده التزامات ديالو شخصيه. كاين اللي باقي خدام، كاين اللي ما مزاولش العمل ديالو. بالنسبه اللي مزاول العمل ديالو كاين غيدير ينسق ما بين العمل ديالو ومع التدريس ديال الابناء ديالو. بالنسبه لينا حنايا تزادونا لي شارج كاقتناء هواتف ذكيه ولوحات الكترونيه، هادو دي شارج تزادوا على الاباء واولياء التلاميذ. المؤسسه ديالنا ما راعاتش لهذا الشيء، ما راعاتش بتاتا. وصلنا نهار الجمعه كومينيكي من عند المدرسه باش نجيو نخلصوا. كي كنقولوا سوق نسا سوق مطيار، يا الداخل ورد بالك يوريك من ربح كونطار ديالك راس المال. بداو لنا بشهر خمسه قال لك شهر اربعه قال لك تخلصوا فيه 50%. مع العلم شهر ثلاثه ما دواوش عليه، قراو فيه غير النص. وشهر خمسه ما دواوش عليه كاع، قال لك يحيدوا لنا غير 20%. وشهر سته هذاك في جيبهم ما دواوش عليه بتاتا. ومن هذا المنبر كنطالب من هذه المؤسسه، حيت لانه الناس تضرات من الجائحه ديال فيروس كورونا، كنطلبوا المؤسسه باش تسمع واحد الفئه اللي كلفنا حنايا، واخا ما كايناش جمعيه الاباء. وكنتمنى من هذه النقطه هذه، من هذا الجمع هذا اللي تكون عندنا في جمعيه الاباء، باش طالب لينا بالمطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعه، كحذف 50 50 50% من شهر 3 و4 و5 وردوا لنا شهر 6، لانه شهر 6 ما قراوش. وبالنسبه الاباء واولياء التلاميذ اللي عندهم وليداتهم في لابتيت لا مويان لا كروند سيكسيون، هادو اخويا راه ما عندهمش نتائج، هادو كون حبسوا لهم وعفاهم 100%. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.